السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على واحد الشركة تاع التقية العقارية اللي مؤسسة من طرف صيني في الجزائر بشراكة مع بعض الشركاء الجزائريين، وهذه الشركة راهي تعمل في مشاريع جميلة جدا في الجزائر، في وهران وفي الجزائر العاصمة. واليوم راح نتعرفوا على واحد من المشاريع تاع هذه الشركة اللي ما نمتش اسمها لانه ما نمتش ندير اشهار على الشراكة. وهنا هذا هو الموقع تاع المشروع اللي راح نتكلموا عليه. هي إقامة رائعة على حسب التصاميم، وهذا شيء ايجابي جدا. حبذا لو نفتح قوسة هنايا نتكلم على الصينيين اللي راهم يعملوا في الجزائر، وهذه مدة 10 15 سنة هما يعملوا في الجزائر. حبذا لو الدولة الجزائرية دير لهم ناتيراليزاسيون تاع اللي يصبحوا جزائريين 100%، ويندمجوا في المجتمع الجزائري، لان الصينيين ناس تاع عمل، يرفعوا من المستوى نتاع الاداء نتاع المؤسسه نتاعنا، وهذا شيء ايجابي كثير. اذا نروح نشوف هذا المكان هذا اللي راح فيه الاقامه، هو يقع في ما يسمى بالفرنج ماريتيم، الواجهه البحريه تاع مدينه وهران كما نشاهد من الصور نتاع جوجل. والإقامة هذه على التصميم تاعها راح تمد لنا مشروع رائع. وهي عندها عدة مشاريع خاصة في وهران، وإن شاء الله في الفيديوهات القادمة نزيد نتكلم على المشاريع الأخرى اللي راح تقوم بها هذه الشركة الصينية اللي راح تدخل بالنسيج الاقتصادي الجزائري، تعمل بالقوانين تاع الجزائر، تعتبر الشركة الآن جزائرية 100%. وهذا التصميم تاع المشروع هذا، هنا نشوفوا التصميم تاع المشروع هذا اللي راه قيد الإنشاء. نسبة الأشغال راهي حوالي يعني لابارتي تاع جيني سيفي تاع الهيكل تاع الإقامة موجود. وهنا نشوف الموقع نتاع المشروع على الواجهة البحرية نتاع وهران. وراح يمد يعني هذه المنطقة تاع لافرونش ماريتيم، لما تكتمل كل البنايات راح تمد منظر سكاي لاين، كومون لابيل سكاي لاين، منظر رائع في المدينة تاع وهران. وهنا نشوف المشروع يعني الحالة يعني اللي راح موجود عليها المشروع في هذه الأيام. نخليكم مع تتمة المشروع مع تتمة الفيديو، والسلام عليكم.